طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. نلفت عناية مشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين الفضائية ستبث على نظام HD وعلى التردد نفسه 1.0727 وعلى مدار النايل سات اعتبارا من الأول من شباط عام 2022، وأن البث على نظام HD سيتم إيقافه في 28 من شباط عام 2022. أهلا بكم من جديد، ومثل ما شفنا في الفيديو إن شاء الله يعني بقى يفصلنا يوم واحد عن يوم 1/2 للبث على نظام HD، وراح يتوقف نظام HD اعتبارا من 28/2. نناقش معكم في حلقة اليوم أعزائي المشاهدين ارتفاع معدلات تلوث البيئة في العراق وأثرها على المواطن العراقي. طبعا بحسب ورقة دراسة موجزة بعنوان أهم التحديات البيئية في العراق، تلوث الماء والهواء والتربة للدكتور عبد المطلب محمد، جاء فيها تفاقمت مشكلة تلوث مكونات البيئة المختلفة نتيجة الإهمال والفساد والحروب التي امتدت لعقود، حيث تراكمت في البيئة العراقية مختلف أنواع الملوثات الصلبة والسائلة والغازية ذات الطبيعة الكيميائية والحيوية والنووية، ودخل معظمها في النظم البيئية المختلفة وبات يهدد ديمومتها وسلامة مواردها. طبعا تعاني الموارد المائية في العراق من تدني نوعية المياه نتيجة عوامل متعددة، بعضها ناتج عن عوامل خارجية يتمثل بالسياسات المائية لدول منابع نهري دجلة والفرات وبناء السدود عليها وعلى روافدها دون مراعاة لاحتياجات العراق المائية، بينما تمثل العوامل الداخلية السياسات الوطنية لإدارة المياه والمخلفات السائلة الناتجة عن الأنشطة البلدية والصحية والصناعية والزراعية ومحدودية خدمات محطات معالجة مياه المجاري. بحسب الورقة البحثية تعاني مدن العراق من تراجع في جودة الهواء بسبب الانبعاثات الملوثة الصادرة عن المصادر الثابتة والمتنقلة المختلفة والمنتشرة في جميع المدن، كما أن التربة تعاني بشكل رئيسي من رمي النفايات والمخلفات المتنوعة ذات المصادر المختلفة، إضافة إلى عدم تطبيق القوانين والتشريعات لمنع تلوث الماء والهواء والتربة في طبعا. أهم التحديات البيئية الناتجة عن تلوث مكونات البيئة الرئيسية. أولا التحديات البيئية في مجال التلوث مثل التلوث المائي، إضافة إلى قلة الواردات المائية الواصلة من دول منابع دجلة والفرات كما ذكرنا قبل قليل. في السنوات الأخيرة بالتحديد يلاحظ أيضا تدهور في نوعية المياه الواصلة إلى العراق نتيجة لقيام دول الجوار تركيا إيران سوريا برمي مياه مبازل مشاريع الزراعية ومياه الصرف الصحي في مجاري هذين النهرين، وكذلك تقليل الحصص المائية للعراق. هناك كذلك مصادر رئيسية تسببت بتلوث المصادر المائية السطحية في العراق، أهمها مياه الصرف الصحي، النفايات الصحية، نفايات المستشفيات، المواد النفطية، الفضلات الصناعية، مخلفات ومواد القطاع الزراعي والفضلات السائلة والصلبة المختلفة. يلاحظ كذلك تدهور في نوعية مياه نهر دجلة والفرات من لحظة دخولها للحدود العراقية وحتى وصولها إلى مياه شط العرب التي تصب في الخليج العربي نتيجة للفضلات السائلة والصلبة من المصادر التي ذكرت أعلاه والتي ترمى مباشرة إلى الأنهار خصوصا في المناطق الواقعة جنوب العاصمة بغداد، إضافة إلى طبيعة التربة وخواصها الفيزيائية والكيميائية التي يمر بها نهر الفرات. تظهر بعض الدراسات بأن هناك زيادة في أعداد البكتيريا الموجودة في المياه تظهر بشكل واضح في المواقع التي تمتاز بكثافة سكانية عالية
وفي حالة كلا النهرين دجلة والفرات. التلوث الهوائي يعني العراق معروف بأنه مناخ جاف وتقل فيه الأمطار وخاصة في المنطقة الوسطى والجنوبية والغربية، مما يقلل من إمكانية تخليص الهواء من ملوثاته المختلفة. طبعا مدن العراق شهدت تغيرات سكانية وعمرانية واقتصادية كبيرة أدت إلى تراجع في جودة الهواء خاصة في المناطق الحضرية بسبب انبعاثات ملوثات الهواء من المصادر الثابتة والمصادر المتحركة، وتشمل المصادر الثابتة لتلوث الهواء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية ومصافي تكرير النفط الخام والمصانع والصناعات الغذائية والإنشائية والكيميائية ومعامل طحن الحبوب ومحطات التزود بالوقود ومواقع رمي النفايات البلدية والتجارية ومواد الهدم، إضافة إلى المصادر الأخرى المنتشرة بصورة عشوائية داخل المناطق السكنية كالورش والصناعات الحرفية والأفران والمولدات الكهربائية الفردية والجماعية التي انتشرت بسبب تدني إنتاج شبكة الطاقة الكهربائية الوطني. أما المصادر المتحركة لتلوث الهواء فتتمثل بالنقل البري، زيادة أعداد السيارات وأنواع المركبات الأخرى، وقدم البعض منها وضعف الصيانة والإدامة. أسوأ نوع من أنواع طبعا البنزين في العراق معروف بأنه يعتبر من أسوأ أنواع الوقود في الشرق الأوسط يستعمل في العراق، مما يؤدي إلى تلوث الهواء بالمركبات الكيميائية الضارة المختلفة. أسباب كثيرة وسوف نأتي عليها بالتدرج. طبعا تلوث الهواء أيضا في العراق يأتي بسبب العواصف الغبارية وزيادة أعدادها وفترة استمرارها في السنوات الأخيرة. معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. أخي عبد الرزاق، كيف ترى تلوث البيئة في العراق؟ يعني وزارة البيئة وزارة الصحة تقارير دولية تحذر من تفاقم وارتفاع معدلات تلوث البيئة في العراق، يعني ربما التلوث في العراق ممكن مشاهدته بالعين المجردة. تفضل أخي عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك دكتور. بالنسبة للتلوث البيئي بعد يعني احنا حتى قبل 2003 يعني نجي نقطة نقطة. نعم. للأنهر. بالنسبة للأنهر التلوث اللي يصابها يعني بالنسبة للصرف الصحي يسلطوه على مياه الأنهار، هذا سبب كوارث. يعني تلوث المياه وتعرف هذه المياه يعني يكون سحبة للبيوت، فحتما تمررت واي عوائد. بعد 2003 نفس الحالة نفس الاستمرار، استمروا عليها، ماكو أي اهتمام بصحة الإنسان والفرد العراقي، بقوا على نفس النظام اللي هم يعني اللي قبل كان مستمر هم استمروا عليه. يعني أبد ماكو اهتمام بحياة الإنسان العراقي والفرد العراقي. يعني هذا الشيء كأنما هم اجوا للقضاء على الفرد العراقي. يعني انت شو خلال الفترة هذه كثرة الأمراض الخبيثة ومنها الأمراض السرطانية اللي جاي تنتك بحياة الإنسان العراقي، لكنه الطبقة السياسية اللي اجت بعد 2003 انشغلت بالمناصب والكراسي وما اهتموا ببناء الإنسان. فهذا هاي الأمراض منها الآبار النفطية، منها الأبراج، أبراج الطاقة اللي يعني ما أعرف وزارة البيئة يعني غافل عن هذا الشيء، أبراج الطاقة تنصب بين البيوت، هذه هاي كوارث هذه. فماكو أي اهتمام يا دكتور. إحنا الراب يعني ناس أصحاب فكر، أصحاب يحملون من الوطنية اللي يحمون الإنسان العراقي. اليوم الإنسان العراقي صراحة ما حد مهتم به، لأنه هذه الطبقة السياسية مهتمة بمصالحها والإنسان. إحنا جاي نشوف العراقيين، يعني العراقيين لا مستشفيات متوفرة لهم، لا مواد صحية. أنت تقول على المصانع، هي ليش وين المصانع مالتنا؟ حتى على إحنا ما عندنا مصانع، لكنه عدم الاهتمام من قبل هذه الطبقة الفاسدة بروح الإنسان العراقي. كثرة الأمراض وكثرة الأوبئة
فلهذا هذا هذا السبب، لانه انت منين تحصن نفسك؟ تحصن نفسك اذا شاف اكو هناك رعايه صحيه اللي توفر للانسان، لكن احنا نفتقد هذا الشيء نفتقره. وما تغير رب العالمين. تحياتي لك. شكرا لك عبد الرزاق من باب الكلام معنا. ابو احمد من صلاح الدين، ابو احمد كيف ترى ارتفاع معدلات تلوث البيئه في العراق؟ صحيح يا اخي صحيح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بك اخوي العزيز. انا من العراق اصبح بشكل عام بيئه ملوثه. اصبح بشكل عام بيئه ملوثه لانه يا تحط عمل شغل يسالك يبوك، ما يفكر بهذا البلد، يفكر بنباطه، يفكر بحضارته، يفكر بمنطقته، يفكر بأهله، يفكر بزوجته، يفكر بعائلته. يعني لو ذول يفكرون بهذا المحافظة أو بالمنطقة مثل ما يفكر بعائلته ما يصير هذا الشيء. حولوا العراق إلى مكب نفايات، وين ما تجي الزبالة تجي الموصل وتنزل على صلاح الدين، تروح البغداد، تروح البصرة، تروح يعني هسه تجي على أي محافظة تلقاها عبارة يعني كل زبالة، أكثرها زبالة. مجاري ما مجاري، بزول آشنة بنص البيوت، بنص العوائل، بنص يعني تجي تحول إلى بيئة ملوثة. ليش؟ يعني أنت تشوف انتشار النفايات في مدن العراق سبب من أسباب التلوث. زين وين البلديات عن هذا الأمر؟ عن البلديات أبو البلدية يجي إذا ما تنطي فلوس ما يجي. يجي دوري فلوس على البيت، تنطيني فلوس ازيد، ما تنطيني ابو ليش؟ يقول انا طالع سبعه او انا ما حنطيني راتب. زين انت مو موظف؟ يقول لا انا والله جاي، اذا ما تنطيني فلوس انا ما اشتري وصف. زين شو يجيب اذا هو البدل مليان والورق البيت مليان والحوش مليان والمدينه مليانه والشط مليان؟ يعني هذا شوف اذا شوف الوصف يعني الى درجه وصل يعني بالشعب امراض، انواع الامراض دخلت الشباب. نعم. وسلامي الى كل العراقيين الشرفاء. شكرا شكرا لك ابو احمد من صلاح الدين. ابو علي من واسط. ابو علي، ارقام مفزعه لمعدلات تلوث البيئه في العراق، في المياه، في التربه، في الهواء، ارتفاع الأمراض إن كان يعني أمراض سرطانية، أمراض جلدية، أمراض جهاز التنفسي. رقابة ماكو، يعني رقابة. وحتى أكو تصريحات من قبل مسؤولين مثل وزارة البيئة، في وزارة البيئة أو في وزارة الصحة تشتكي من عدم أو من إهمال الحكومات لموضوع البيئة في العراق. رأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حضرتك اهلا وسهلا بك رافدين. يا اهلا بك استاذ عمر. يعني انت يعني تقول التلوث، يعني اي الماء الآسن هو يعتبر فاسد. يعني الان اشياء تحفظها عندك بالثلاجه وتحفظها بالبيت بدون اهتمام راح تفسد. طيب احنا اساسنا هو الفساد، من اللي يقدم الخدمات هو الفساد هذا موجود. يعني يقول التلوث البيئة أو تلوث الجو، مو عندنا وزارة بيئة أو هيئة بيئة مشان تكون وزارة؟ طيب شنو عملها؟ شنو عمل وزارة البيئة؟ طيب شنو عمل هل عندها ارتباط مع وزارة النفط بالانبعاثات الكربونية الموجودة؟ العراق ما هو ترى ليش الفساد أساسا يبدأ من الحكومة الموجودة اللي تخدم شعب. طيب اذا الحكومه فاسده انت يعني ترجم الحكومه فاسده انت يعني تنطيك منتج صالح للاستهلاك؟ شنو اللي ما فاسد بالعراق؟ يعني المي ملوث؟ طيب هو الان لحد الان المجاري جاي تنزل بالانهر اساسا، الانهر اساسا اللي ما بها ماي ما يجينا ماي، لان اساسا احنا ضعفاء سياسيا ما نقدر ندافع عن حقوقنا وحقوق المياه بالعراق. زين الموارد المائيه شنو وظيفتها بالعراق؟ هنا هي تهتم. زين البلديه من تجي البلديه تقدم ماي شرب وتاخذ عليه اجور من العراقيين، لان اساسا الفساد موجود بنصب البايبات والانابيب الموجوده. حتى المضخات يعني ساعات اكثر من مره يصير تسمم
وحاشاكم انتم اسهال عند المواطنين بمدينه او منطقه سبب الكلور زايد بالماء اللي يخونه. زين هو يعني شنو التلوث اللي تحكي عنه واكو اشياء موجوده يعني اللي بنت عليها صالحه. هو هذا الفساد. الفساد الموجود ان الوزير الجاي اللي يخدم بلد على اساس ما جاي يخدم بلد، جاي يخدم مصلحه حزب. يعني حتى اكو تلوث الدوله العراق الان هي مصدر غسيل الاموال بالمنطقه. السبب شنو؟ السبب الفساد الموجود. ترى احنا كلمه تلوث يعني على طار كلامك ابو علي اكو تصريح لاحد المسؤولين في وزاره البيئة تحدث فيه بأنه طالبنا الحكومة بأربعة مليون دولار لإزالة المخلفات الحربية وما قدروا يصرفون هذا المبلغ. أربعة مليون دولار خل يصرف أربعة مليون دولار على رواتب الحشد، يقول لك إيه موجود يحطونه بالميزانية. أربعة مليون دولار خل يصرفونه على كري الأنهر وإيصال الماء للمزارعين حتى نزرع وما نستورد الطماطة ونستورد الخيار من إيران. يقول لك لا ما عندنا، هذه ما موجودة. نفسي أنا سمعت تصريح الوزير السابق بالموارد المائية يقول أساسا أنا رئيس الوزراء، هو بزمن العباد يقول رئيس الوزراء ما أربع سنوات وياه ما كلمني يوم واحد مكالمة تليفونية. من أي تحكي يقول شتي تحكي وموارد المائية شتي تحكي بيها إيش يقول. يعني شوف تخيل أنه أكو وزارات عندنا موجودة بس لعجل يعني تنطيها الحزب ويسكت. طبعا يرضى هذا، ما كل حشاكم انتم الاحتلال اللي ما الى منصب ولا الى صوت بالساحه الموجوده، يعني ما عنده سلاح موجود، ينطون هذه وزاره البيئه، وزاره الموارد المائيه، وزاره البلديات، هذا ما يستفادون من عندها فلوس. فلذلك احنا في عمر احنا اساسا نريدنا الماء الراكد حتى يعني حتى تحسنه لازم تهزه، يراد لنا احنا صحقه كهربائيه، صحقه تشرين صح جت قويه لكن ما انطت مفعولها اقوى. يعني حد عن الموجود السياسة، احنا لازم ترى كل موضوع بالعراق موجود تربطها بالسياسة، الرياضة تربطها بالسياسة، تلوث البيئة تربطها بالسياسة، لأن أساس هي أساس العراق اليوم سياسة. الفلوس اللي تجي حتى إصلاح العراق زراعيا تجاريا غيرها تجي من السياسيين الموجودين. زين إذا سياسيين يقول راح يطلع بالتلفزيون يقول إذا تيجي تكافح الفساد راح تملي السجون بالناس، يعني راح تملي السجون. زين أنت أكو أحد حاسب؟ انت كقضاء يقول احنا قضاء ومستقل وما حد يدعي علينا، غير تقول تعال يابا تعال انت تملي من منو؟ من اللي قالك هذا؟ هو هذا العامري قال مقتدى الصدر. نعم. انا اشكرك ابو علي من واسط كان معنا. ابو عراق من الفلوجه، ابو عراق ما هي اسباب ارتفاع معدلات تلوث البيئه في العراق؟ برايك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. استاذ عمر إذا نحكي عن التلوث، أول ما هم المسؤولين هم التلوث، هم ملوثين دولة. أستاذ عمر الله يخليك، رقابة ماكو مسؤول، ماكو مسؤول يحاسب. أدي لك بالصح كم رقابات حطيت، هسه قام البقال مع اعتزازي واحترامي للبقال قام يبطل من البقالة شيء يفتح صيدلية. يا أستاذ عمر الله يخليه، المسؤولين نفسهم فاسدين يا أستاذ عمر. فإذا المسؤول فاسد كيف المؤسسة تيجي تنجح؟ فقل لي يا مؤسسة بالعراق موجودة هي قاعدة فساد، أيها كل المؤسسات حتى الدينية، ترى حتى الدينيه كلها فساد. وين ما تروح يا استاذ عمر؟ فرقابه ماكو، قضاء عادل ماكو. ولا لو اكو قضاء عادل والله ما وصلنا لهي المرحله ابد. حاسب المقصر المسؤولين بس. اذا تجي للدائره استاذ عمر تجي لك ابسط دائره، يعني دائره عندنا التسجيل العقاري. أقول لك إذا المسؤول مالها هو فاسد فكيف الموظف يطلع؟ يطلع أفسد من العجوز. يا أستاذ عمر العراق ما أقول لك اقرأ عليه السلام، والله إذا بقوا دولة والله العراق بعد منها أسوأ.
بس عملنا بالله وبالشعب هون. خلي يخلصوا من الحكومات هاي متعاقبة. أنا أشكرك أبو عراق من فلوجة كان معنا. طبعا يشار إلى أنه أول قانون صدر في العراق للمحافظة على البيئة ومنع تلوث المياه كان في عام 1929 باسم قانون وقاية الصحة العامة رقم 6 لسنة 29، تلاه نظام رقم 4 وهو أكثر تفصيل عام 1935 باسم نظام تنظيف الشوارع ونقل الأزبال وإزالة المكاره ومنع تلويث الأنهار. بحسب تقرير لوزارة البيئة لعام 2014 فإنه يتولد سنويا في العراق 17,600,000 طن من النفايات والمخلفات البلدية. تتنوع وتختلف النفايات المطروحة، تشمل مخلفات البناء والهدم والنفايات المنزلية، أثاث، مواد كهربائية، مخلفات الطبخ والنفايات الطبية كالإبر والمستعملة والقطن وغيرها من الأدوات الطبية. المواد النفطية كذلك ومشتقات النفط والنفايات الزراعية والمخلفات العسكرية والسكراب الناتج عن الحروب المختلفة. أغلب النفايات والمخلفات المنزلية والتجارية والنفايات الطبية للعيادات الصغيرة والمستشفيات ومخلفات البناء والهدم في الشوارع والأزقة والساحات والأراضي المتروكة ترمى في الأنهر وكذلك في مناطق غير مخصصة للتمر الصحي والمحافظ على البيئة. عدم كفاية وفعالية نظام جمع النفايات بكافة أنواعها وضعف الوعي البيئي العام لدى المواطن، أصبحت النفايات والمخلفات البلدية والطبية والتجارية مصدرا من مصادر انتشار الأمراض والأوبئة ونمو وتكاثر الحشرات والحيوانات الضارة، إضافة إلى روائحها الكريهة ومنظرها المنافي للذوق السليم، سبب رئيس في تلوث البيئة في العراق. بعض المصادر قدرت بأن كمية الأنقاض في مدينة الموصل لوحدها تبلغ أكثر من 10,000,000 متر مكعب نتيجة الأعمال العسكرية، ونقلها يكلف تقريبا حوالي 250,000,000 دولار فقط الأنقاض. معنا أبو الحسن من بغداد. أبو الحسن، أرقام لوزارة البيئة ووزارة الصحة وأرقام لتقارير دولية تؤكد ارتفاع وخطورة تلوث البيئة في العراق وانعكاسها بشكل ملحوظ على المواطن العراقي، كيف ترى هذا الأمر؟ أخي بالنسبة للنفايات اللي تتحدث عنها هي مو بس في، وإنما بغداد تنشأت النفايات ومعسكر رشيد دليل على ذلك، وأيضا نعمل النفايات الطبية والاجتماع اللي يقومون بها عمليات سرطان مثلا جزء من المعدة أو السرطانات الآن ترمى في أنهر الأساسية نهر وأنهر أخرى. هذا يدلل على أنه كثرة الغطاء وكثرة الأمراض نتيجة هذه النفايات التي ترمى في نهر دجلة، إضافة إلى هذا النفايات اللي من خلال النفايات اللي من البيوت أو السكرة من الزراعين أيضا ترمى في الشوارع في معسكر رشيد نفايات كثيرة. هذا المعسكر اللي كان معسكر للجيش العراقي البرزل الآن استمتوا نفايات ومخلفات هدم البيوت أو مخلفات نفايات البيوت. نشوف الآن في معسكر رشيد يوميا يحرقون النفايات، وتشوف أحمدة الدخان تأتي إلى البيوت وقسم كل الأمراض وسرطانات من خلال هذه النفايات. هذه الحكومة هي أصلاً هي حكومة نفايات، ما جت تخدم العراق، وإنما جت هي وباء على الشعب العراقي، وبالتالي تريد تنهي نصف الشعب العراقي. بالإضافة لهذا هم يجوي نتيجة الاحتلال الأمريكي الجوي ما جايين يخدمون، وإنما جوي يهدمون البلد، وبالتالي عندما ينتهون من هدم البلد يشوفون كل ما هي نفسها بالهزيمة من ما إجا.
فاحنا نعرف انه هذه النفايات وهذه الاوبئه لكثره النفايات في الانهار وكثره النفايات في الطرقات الان ترمت الطرقات. نفايات امانه بغداد نشوفها الكابتات تحملها وترميها بالطرق اثناء مشيها ترميها. الحكومه ما جايه، هؤلاء العملاء ما جايين يخدمون العراق ولا جايين يخدمون الشعب العراقي، يضاف الى مخلفات النفط ومخلفات المستشفيات النفطيه، اضافه الى هذا المحطات الكهرباء الان. الو المحطات الكهرباء تشوف الدخان في وسط بغداد. العالم تطور واحنا الان المحطات الكهرباء تشتغل على النفط على البنزين، وشوفوا مخلفات الدخان مفروش بغداد. أنا أشكرك أبو حسن من بغداد كان معنا. معنا أبو أحمد من ميسان. أبو أحمد، كيف ترى تلوث البيئة في العراق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. الله يحفظك. أول شيء أشكرك وأشكر قناتكم. حياك الله يا قناة الشعب، قناة المظلوم. الله يسلمك. هذا أستاذ هي ماكو انتباه، يعني ماكو متابعة لوكو، ما صارت شيء، ما صار تلوث، متابعة ما عندهم. هم التهوا بعد هو استاذ، يعني تعب تحكي وتمل من عندهم. يعني مو بس كل المحافظه فيها بها، كل الانهار وهذا كله تلوث منين؟ كله من وراء ماكو متابعه، والتهوا هذا الك وذاك الي وانتهى. هسه يعطيهم بس تبرعات للحوثيين ومدري المن ومدري الماء. رحمه لابوك، انا هاي الرابعه، انا المناشده الرابعه الى منبر قناتكم، قناه الفرات، قناه الرافدين البطله. هاي اربع مرات اناشد على قناه الرافدين البطله، قناه الشعب المظلوم. اريد من منبركم استاذ. نعم تسمعني؟ اسمعك. اي أيوة والله، من منبركم. هاي المره الرابعه انا وليت هذول المرضى العدي، واريد توعون على حالي. يعني الناس والله الناس قاعد تشكي امري، والدولة ما يعني اناشد رئيس الوزراء، الناس الخيرين بعد، واحنا منين رئيس وزراء؟ ما عندنا رئيس وزراء. هم نفس الوجوه تروح وترجع. فانا اناشد قناه اناشد منبركم، منبر الرافدين، منبر الشعب، منبر العراقيين. يعني انا مبديت صار لي كم مناشده اناشد، ولو انتم ناس هم لا حول ولا قوه، بس بل ان شاء الله اهل البيت، بل ان شاء الله يتوصل صوتي، توصلون صوتي الناس الخيره، لان عندهم مرضى وساعد كفيله القران كفيله القران. نعم الحاله ساعد، وعندي تثبت لدي مستمسكات مال المرضى، تقارير اقدر تدوني عده ادسين على اي 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 تليفون ادسين التقارير، لان في الوزارات اي وزاره ما سوت شيء. شنو الحاله المرضيه اللي عندك ابو احمد؟ عندي هذا ابني عنده شلل دماغي، طفل شاب عمره 10 11 بلو عمر الورد. نعم وقاعد ابو علي قبالي هسه، والله حتى ما اقدر اكل اشوف ابو علي مالي. نعم وعندي زوجتي بحاجه الى عمليه استاذ، ويردون من عندي مبلغ عمليه 3.5، ما عندي الله شاهد الله ورقيبه، بالقران ما املك 25,000، ما املك 10,000، ما املك بالقران المجيد، ما املك 25,000 10,000، ما املك كل شيء، ما املك هاي اكل من انا الطحينات نقبل شنو ناكلين، لان عندي راتب 124 ما هو المريض مال رعايه، بس املك 124 وقاعد تجاوز وبيت رطب، ولو تشرفون وتشوفون حاس تجون عليه تشكون امري، الله شاهد، لانه بالقران تعبت. وانا هاي مناشدتي للمنبر، منبر الرافدين، لان منبركم منبر الشعب، منبر المظلوم. وانا مدير قناه يسمعني، مدير قناه الشريف يسمع ويوصل صوتي للناس الطريبة الخير. بعد ما اريد وزاره ولا اريد دوله ولا اريد برلمان ولا اريد محافظ، اريد صوتي يوصل للناس الخيره، يطبعوا على حالتي ويجون يشوفون حالتي، ولكم جزيل الشكر استاذ. الله يعينك ونسال الله ان يفرج عنك، وان شاء الله الخيرين يسمعون شكواك. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد. طبعا يعاني العراق من نسبة تلوث كبيرة في الهواء تسببت فيها عوامل عدة، منها ما هو راجع بحسب الدراسات لعوامل طبيعية، ومنها ما هو من صنع الإنسان في وقت السلم أو الحرب. وفي تقرير للقناة الألمانية قبل أكثر من 10 سنوات سلطت الضوء على ما اعتبره مختصون كارثة تهدد حياة العراقيين. بعد إن كان العراق يسمى أرض السواد لشدة خضرته، باتت أرض الرافدين اليوم تعاني من اتساع رقعة المناطق الصحراوية، وباتت العاصمة بغداد وأغلب المدن العراقية تعاني من مشكلات التغير البيئي الناتجة عن الإهمال الكبير لواقع البيئة في البلاد. ولعل أبرز هذه المشكلات تتمثل في كثرة العواصف الترابية التي بدأت تهب على المدن العراقية بشكل كثير، وبجانب ذلك فقد ارتفعت معدلات تلوث الهواء بسبب انتشار مصادر حرق الوقود وعوادم السيارات ومولدات الطاقة الكهربائية وغيرها من الأنشطة الصناعية الأخرى، كما أن هناك العديد من مسببات التلوث الأخرى كاستخدام مختلف أنواع الأسلحة والذخائر خلال الحروب، وتتزايد حالات تلوث الهواء وتردي نوعيته بشكل ملفت للانتباه في حين لم تتوفر لحد الآن أي مبادرات للتقليل من مستويات الملوثات البيئية في العراق. معنا أحمد من بغداد. أحمد، كيف ترى ارتفاع معدلات تلوث البيئة في العراق؟ والله البيئة طبعا عندنا تلوث، يعني أنا قبل تقريبا يعني أسبوع يعني طلعت حالات يمنع حالات يعني أمراض خبيثة. يعني أنا والله ما تجي الحكومة ما تعرف هذا الشيء قاعد يصير. يعني أنا هسه ذاك اليوم رحت عندنا قرايبنا منطقة الشعب وإجيت يعني للمدينة، شفت بصرة وعطش، أكو هاي الكور مال الصفر. أستاذ هاي الكور مال الصفر يعني الحكومة ما تشوفها ما تنتبه عليها. يعني احنا انا بس اريد افتهم، احنا عندنا جيش، عندنا شرطه، عندنا جهه، يعني عندنا وزاره صحه، ليش يعني يتقاضون؟ ليش يتماهلون وياهم؟ بس اريد افتهم اني. يعني والله العظيم كور قاعد يحرقون صفر ويحرقون هاي الشغلات الممنوعه، هاي الشغلات يعني هاي مال تسبب هاي مال كيمياوي وهاي الشغلات الكور مال الصفر. يعني ليش بيجون يحاسبونهم؟ ليش ما يجون يسدون هاي الكور؟ قاعد تطلع عندنا والله احنا القطاعات الاخيره قطاع 73 و74 وقطاع 75 قاعد تطلع حالات يعني مرض سرطان. يعني هاي اللي تحمل عواقبها. يعني احنا هسه الناشد، من انا اريد اناشد واحد شريف اريد اناشده واريد اجيب لنا انا اطلع وياه والله العظيم. يعني احنا والله مشكله، يعني الناشد يعني احنا هيك ضحيه، ليش هيك؟ انا ما والله العظيم انا يعني هسه لو تجي يوم انتم مصورون كثره وعطش، يعني عباره عن كتله مال نار ذات. نعم. يعني عباره كتله مال دخان، يعني ما اعرف شو يعرقون بهاي الكور ما اعرف. زين احنا ناشدنا ايش كم مره ناشدنا والله العظيم، ايش كم ناشدنا مجلس البلد اليمنى، ناشدنا القوات الامنيه تجي، يعني ما سوونا اي حل ما سوونا. يعني احنا هسه اريد انا اناشد يا جهه، اريد اروح الجهه يا جهه لا اروح لها، يعني وزاره الصحه ما تدري، ما يدرون بهيك شغل، يعني خلي يجون يشوفون كثره عطش قاعد يصير بيها، حي الصناعة ايش قاعد يحرقون بي. نعم. مصيبة والله أخي أحمد. أنا أشكرك أحمد من بغداد كان معنا. طبعا في ظل غياب الأرقام الدقيقة عن معدلات تلوث البيئة في العراق وتعزوه الدراسات لافتقار الجهات المعنية في العراق إلى المعدات والخبرات اللازمة، قبل سنوات صدر تقرير دولي خاص بالبيئة العراقية أعده فريق من الباحثين الأمريكيين في مركز دراسات الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية. أشار التقرير إلى أن الغبار في العراق يحتوي على 37 نوع من المعادن ذات التأثير الخطير على الصحة العامة، إضافة إلى 147 نوعا مختلفا من البكتيريا والفطريات التي تساعد على
انتشار الأمراض. بحسب أرقام مديرية شعبة الأمراض الانتقالية في مدينة الطب ببغداد، ارتفعت نسبة الأمراض الناتجة عن التلوث البيئي في العراق، حيث ارتفعت هذه الأمراض ووصلت إلى أعلى مستوياتها خلال العقود الماضية بسبب الحروب المتعاقبة وعدم اهتمام الدولة بصحة الإنسان والبيئة، بالإضافة إلى الأحداث التي تلت عام 2003 وما نتج عنه من انهيار كامل لمؤسسات الدولة. معنا اتصال أبو علي من الناصرية. أبو علي، كيف ترى ارتفاع معدلات التلوث البيئة في العراق وأثرها على المواطن العراقي؟ الله يسعدك، اهلا بك، الله يخليك. اهلا وسهلا بك، الله يخليك. الله يسلمك، الله يحفظك ويخليك. والكادر فيها والمدير والسامعين الله يخليهم. الله يسلمك. استاذ، شوف هاي المساله اللي هي كافه المحافظات، يعني مو بس يعني كل المحافظات الجاي النهر، يعني حتى المجاري فيها الشيلات يذبون بها، يعني الزبالة يذبون بها، في الحفاظات يعني بيذبون هذول، يعني هذول يعني أبشي عندهم البوب والفساد، يعني هذول مو وطنيين، هذول هذول يعني شلون البومة، يعني حكومة بومة هذول، يعني لا عندهم غيره، يعني يفكر على كده في فوق ويطلع الخارج بس يفكر، يعني هو ما يفكر تفاهمت، يعني هو يفكر يقول لك أنا أخذ مالاتي وأطلع وين للدول، لأمريكا زين، أو كل من هويته أمريكية زين وإسرائيلية وإيرانية، عرفت؟ يعني الفساد هم ذول، هم واثقين، هم ذول تيشيني ما يفكر، ذول ناس خونة، يعني أقول لك هو اللي ما يخاف من الله، يعني خاين الدين، عرفت؟ الدين يعني، يعني الأمانة خاينها، يعني هو الأمانة، يعني هو الدال عايش هاي المجاري الله وكيلك الزبالة، يعني بالفوت أشوفاني بالمحافظة فوات عامل زين، يعني زين من نطلع مثل يعني زين القرابة فشي أشوف الزبايل، يعني هاي هم دولة تلشني، يعني إنسان متعمد، يعني يعني هم دولة دولة مو هذا اللي سويت تلشني، يعني يعني ناقل نعمة دولة، ناقل النعمة يعني ناقل المعروف، هم دولة دولة ولا عملنا بالنسبة ولا هم للدول الخارجية، عرفت؟ يعني ما يعني لا علم الفقير، الله وكيلك أنساك فيهم، يعني هويته شوف يعني بيهم أولاد، شوف الله وكيلك هويته دو أمريكية دو إسرائيلية دو أمريكية، كان لا أطفالك هو يعني محاربة العراق، هو جاي مو عراقي، يعني هو يحارب العراق، يعني هو يحارب الفقر، يعني هذا المرض مرض خبيث منين فينك من الماء، هذا الفرصيسة الحصان اللي بونا به، الكلاب اللي بونا به، النقاسة، يعني حتى ما يشوف المغيسل هذا مع الموتى ماكو بيه يذبوني، المغيسل هذا حتى مغيسل مع الموتى يذبونه وين؟ بالماء، زين؟ هذا كل أمراض ذولة ما عينه مع البلد، ذولة ذولة هذا عينه للخارج، هذا يقلد الغير، وهذا اللي يقلد الهود، ياخذ عائلته لكن يرقص يروح لأمريكا يرقص، زين؟ يعني حتى أبو علي من الناصرية كان معنا. طبعا ازدياد نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية بسبب التلوث البيئي، بحسب أرقام وزارة الصحة ارتفعت نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية كالأورام والتشوهات الخلقية وشلل الأطراف واضطراب الأعصاب ازدادت في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أمراض الجهاز التنفسي والعقم، وكل هذه الأمراض ناتجة عن التلوث المستفحل في الهواء والماء والتربة، كما انخفضت معدلات الأعمار في المجتمع العراقي، بالإضافة إلى كثرة الإصابة بالأمراض المزمنة التي تصيب الصغار والشباب، بعدين كانت تصيب الإنسان بمراحل متقدمة من العمر، كلها ناتجة عن التلوث البيئي. بحسب تقارير وزارة البيئة، فإن تلوث الهواء في العراق يعني ارتفع بشكل كبير في أغلب المدن العراقية، والذي تبلغ ذروته خلال فصل الصيف بسبب الارتفاع المستمر في درجات الحرارة التي تصل إلى درجات قياسية تفوق 50 درجة مئوية، والكثير من الأمراض ناجمة عن تلوث الهواء كما يقول الأطباء، أبرزها كثرة العواصف
الترابية التي تهب بمعدل أسبوعي في كافة أنحاء العراق بسبب الطبيعة الصحراوية وتقلص المساحات الخضراء في العراق، أغلب الأراضي العراقية والتي يصعب صدها لارتفاعها لمئات الأمتار، كما أن الزيادة الكبيرة في المركبات المرورية التي تطلق آلاف الأطنان من العوادم تزيد من حدة هذه الكارثة البيئية، بالإضافة لما تسببه الورش الفنية ومولدات الطاقة الكهربائية بجميع أحجامها المنتشرة في الشوارع وداخل الأحياء السكنية والمنازل من انبعاث الغازات السامة. كل هذا في ظل إهمال الحكومات المتعاقبة لموضوع البيئة، هذا الموضوع الذي يسبب تلوث الهواء، الذي يسبب ارتفاع حالات مرضية وكذلك يهدد الحياة البشرية في العراق. طبعا ارتفعت نسبة الغازات السامة في الهواء الجوي، طبعا نحن نتحدث عن تقارير لوزارة البيئة وتقارير دولية والتي يستنشقها الإنسان بشكل مستمر وينتج عنها إصابات خطيرة كالأمراض المسرطنة وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي الناتج عن العواصف الترابية وما يرافقها من رقائق ترابية قابلة للاستنشاق، كما أن احتراق مادة البنزين التي تحتوي على مركبات الرصاص المسرطن عامل في ارتفاع معدلات المرض في العراق. طبعا يذكر بأن مركز الإشعاع والطب النووي التابع لوزارة الصحة قد كشف بأن العراق يعاني من كارثة صحية، وذلك بارتفاع حالات الإصابة بمرض السرطان في قرابة 7000 حالة سرطان في العراق خلال عام 2010، اليوم تقريبا يصل بالشهر الواحد إلى 2500 حالة. في العام الماضي حذرت وزارة البيئة في العراق من ارتفاع ملحوظ في مؤشرات التلوث البيئي، وتحدث وكيل وزارة البيئة جاسم الفلاحي وأكد بأن مؤشرات التلوث عالية جدا، وقال لدينا منظومة إنذار ورصد، وبين بأن هناك التزاما ضعيفا من قبل مؤسسات القطاع الخاص والوزارات بالتعليمات البيئية باعتبارها المسبب الأكثر للتلوث البيئي في العراق، وأشار إلى حاجة الوزارة إلى جهود أكبر لمواجهة التلوث، وبأن هذا الأمر يتطلب من الجهات أن تبذل جهودا أكثر من أجل مواجهة تلوث البيئة وخاصة المصادر المائية، لأننا كما قال نعاني من شح مائي، والحفاظ على نوعية المياه مهم جدا للصحة العامة وأولوية للأمن الوطني للبلد. معنا اتصال صباح من بغداد. صباح، كيف ترى ارتفاع معدلات التلوث في العراق؟ السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بالنسبة للي يعني هذا يدل على فشل الحكومة بكل المجالات اللي موجودة، مثل القطاع والزراعة اللي هملوه وصارت الأراضي كلها تعرضت للتصحر، أيضا هاي لها سبب المياه ومنسوب المياه اللي يجينا من الروافد بإيران، وما حد يجرأ أن يحاسب إيران يقول ليش قطعتي هاي الروافد اللي تصب بالأنهر الأدنى بديالة وعلى عمارة وغيرها. أيضا هذا التصحر هم إلى سبب التفجيرات اللي صارت والأسلحة اللي استخدمتها القوات الأمريكية المحتلة، كلها لها أسباب. السيارات وكثرة السيارات بالعراق، الاستيراد السيارات بصورة يعني بصورة فظيعة، غير نظامية، أو سيارات مستهلكة في أوروبا ويجيبوها مستخدمة في يعني مستهلكة يعني. فأيضا الدولة ما جاي تحاسب، يا أهل يريد يجيب سيارة جوا الموديل غيرها، الكربون مالها صاعد الأمور، فهاي الدولة ما عندها أي إجراءات بحق هاي المواضيع، يعني ما جاي تحسب المواطن العراقي لازم يعيش ببيئة حقيقية، يعني ما يهمهم هاي المواضيع، اللي يهمهم هو السرقة والفساد، وهذا جزء من فساد الحكومة، والحكومة متقصدة إنها ما تسوي فتشي من هاي الأشجار المفروض، كثرة الحدائق المفروض في سبيل تصعد درجة الأكسجين بالداخل، الأنهار البحيرات كلها هاي تصب بمصلحة أن تكون بيئة صحية، لكن هم من نشوفهم يعني شارع ما يقدر يبلطوه، حديقة ما يقدر يسوها، بالعكس الحدائق الموجودة والبساتين الموجودة في الدورة وغيرها ومحيط بغداد كلها تم تجريفها متقصدين، وهاي كلها لها عوامل تأثير مثل تأثر على البيئة وعلى الأمور هواية وعلى انتشار الأمراض وعلى السرطانات اللي جاي يصير. وشفنا احنا اللي المدن اللي انضربت في سور من قبل المحتل الأمريكي، وقفت الحكومة ساكنة ولا تحاسب، الف
فلوجة من ضربوها والموصل وغيرها، كل أكثر من منطقة تعرضت إلى ضربات بالفسفور، هاي أيضا لها أسبابها. الآن جاي تطلع لنا أمراض سرطان بالبصرة وبالأنبار وبغيرها بسبب هاي الحروب اللي صارت. أنا أشكرك أخي صباح من بغداد. طبعا التلوث الإشعاعي يعد واحدا من المخاطر الأخرى التي تهدد البيئة العراقية. في وقت سابق كما ذكرنا في بداية الحلقة، طالبت وزارة البيئة الحكومة بتخصيص مبلغ 4 ملايين دولار لتخليص العراق من التلوث الإشعاعي في البلاد بشكل تام. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول ارتفاع معدلات تلوث البيئة في العراق وأثرها على المواطن العراقي. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.